السلام عليكم ورحمة الله. الصحفية القديرة سليمة المساني، نقولها ونعاوده لأن سليمة المساني اللي ما يعرفهاش لو يشوف المسار ديالها منذ مطلع التسعينيات بداية سنوات التسعين إلى يومنا هذا، سيبها ما تغيرتش، خطها بقى هو خط، ما باعت ما شرات. اليوم راهي مهددة بالموت، وعلاش؟ وشكون يهدد فيها؟ بعد ما نشرت يومية الوطن مقال عن جزء من ثروة ولاد القايد صالح، ولاو يجوها رسائل بالتهديد يهدوا فيها بالموت. دورة البندية هذه هي، واش راح يجيك منها؟ سليمة المساني كانت في مطلع التسعينيات ثاني مهددة بالموت، كان مهددينها جماعة الجهة، وكانت عايشة كما كل صحفي وصحفية نزيه بين مطرقة الجهة وسندان النظام. النظام ما هو راضي عليها، لما كاش راضي على يومية الوطن بيسكو من 95 حبسوا على يومية الوطن الإشهار تاع العناب، واليوم ثاني غير نشروا زيد حبس لهم الإشهار بيسكو نشروا على القايد صالح. شوف هذا يقول لك احترافية زعما. دونك كانوا هدوها في مطلع التسعينيات جية، والدولة ثاني كانت مهددة، و الشيء اللي يعني واحد يبيع لها عليه ينقرتف لها عليه، هو انها قال لها خيري ما بين توقفي الكتيبه او الصندوق لو سيركوي. قالت لهم خير الصندوق. وعلاش تخير الصندوق يا سليمه؟ قالت لك على اختراكش نعرف حاجه واحده، ربي هو اللي قرر الساعه اللي نموتوا فيها، ماشي هذا، ماشي واحد اخر، صح ماشي بوجود اللي راح يقرر قداش تموت. مادام عند هذا الايمان ما تخاف من حتى واحد، وتكتب وتتكلم وتواصل في معناتها. ودرك صافي اكثر من 25 سنه وهي في الميدان، كشفت كل الفاسدين، وما بداش تكشف من 22 فبراير 2019، كانت تكشف من قبل. وعلاش جماعه يهدوا فيها هي؟ مع العلم انها ماشي هي صاحبه المقال، ماشي هي اللي كتبت المقال تاع ثروه القايد، ولكن المعروف على انه سليمة المساني هي اللي دير التحريات واللي دير كذا ومنا وجبد هاد البومبات هادو. دونك قال هي اللي كتبت. أنا نقول لهم سليمة المساني ما هيش ناقصة شجاعة باش تمضي مقال وش حال كتبت ومضاتهم كلهم باسمها. دروك اللي يقول لك لا اسمها مش سليمة المساني وبوشو وزينب، إيه ولكن اسمها صحفي ومعروفة به، كي تشوف الفاتحة تاعها تقول هذه سليمة المساني، ما تقولش هذه وبوشو وزينب ولا. دونك هذه هي سليمة المساني، دونك هذا هو اسمها الصحفي، تكتب به ويعرفوها كامل القاصي والقاصر والناس كامل يعرفوها. دونك التهديدات هذه تكشف على انه الصحفي النزيه يبقى دائما يقلق ويديرونجي هاد الفاسدين، يقعد يغلقوا فمهم يريحوا ترونكيل، وما عرفوش واش من باب يروحوا يضربوا عليه جايين عند سليمة المساني. داروا على كل حال ما غلطوش، انما جاو عند مرأة فحلة تسوى ألف راجل، سمعت هذه ينطبق عليها عيشة خير من ألف عياش. قلم سليمة المساني الزعاجة اللي يقول لك انا وانا، وعمرها ما بعت ولا شرات، وانا شاهد على ذلك.
أنا شاهد على ذلك، وما يجمعني بسالي ما تلمسني إلا المبدأ الوحيد اللي هو النزاهة في العمل والاحترافية، وما نبيعوش القلم لا لهذا ولا لهذاك. وعلى هذا ديما عمرنا ما نرضيو الناس كامل، وديما تصيب واحد اليوم راهو راضي علينا وغدوة يغضب، لأنه لما يحسن نقول له أحسنت، ولما يسين نقول له أسأت. لما يدير حاجة مليحة نقول له درت المليح، ولما يدير حاجة مش مليحة نقول له درت حاجة مش مليحة. وهنا الناس يقول راكم تقلبوا، راكم تغيروا. لا، لأنه ماشي اليوم درت حاجة مليحة نقول لك راك مليح، وغدوة كي تعميها نبقى نقول راك مليح لا نضرب عليك النح. نو ما كان يضربوا النح. والتحقيقات والتحريات تاع سليمة المساني عمرها ولا خلات الناس اللي تكشفهم يقدروا يتابعوها قضائيا، باستثناء كمال عبد الرحمن، جنرال كمال عبد الرحمن، وخسر. لأنه الجميع من يجي يخسر لأنها تحط كلش بالحساب بحقه بالوثائق، كلش متأكدة منه. أنا لو البارحة نهضر معها في التليفون على المقال تاع ولاد القايد صالح، لهذا نقول ماشي هي اللي كتبتني على بالو كان هي كتبت تقولي، ولكن بلا ما تقولي هي على بالي كانت سيني، بس ما كانش يا حاجة غير في هذا الموضع سير ياسا. تقولي أننا راعي في الجريدة أنه كاين 150 عائلة يعيشوا من هذه الجريدة، أنا هذا ما تقدرش تسمح لروحها باش تنشر شيء اللي يسيء الجريدة، أو اللي يحط من الجريدة تصور يعني لهم بروسي ولا غرامة ديجا راهم كل شيء عقاب الوطن يسيبوا كاش برك في السبلة، وكانوا معولين يغلقوا الوطن بعد الانتخابات تاع 12 ديسمبر، كانوا معولين يغلقوا له. اليوم راهم مازالهم شاحنين عليه، زعما حبوا يشريوه بجوج ورقات بصفحة ولا جوج تاع الإشهار، كي شافوا بقات الناس حاكمة في المبدأ تاعها، لأنه جريدة الوطن ملك الصحفيين تاع الصح، ما عندهمش بذوره، ما عندهمش واحد مولا دراهم موراهم قال حبسوا ما تقيسوليش في المصالح ديالي. لا، نعرفهم كامل لي زاسوسي لي زاكسيونير تاع الوطن، ما كانش واحد اللي فيه الدخ، ما كانش واحد، نقول ليه ما كانش واحد. ويومية الوطن الوحيده اللي كنت دائما نصيبها في جنبي كل ما نتعرض للقمع من طرف النظام، نصيب ديما يومية الوطن، ويتحداو كل واحد وما يخافوا من حتى واحد. لهذا انا نقتن الفرصه هذه باش نقول سليمة المساني، ما نقولها لها ما قلتها لهاش في التليفون، ولا نقولها لها هنا على العلن، كملي برافو، نعرفك ما تخافيش وما عندكش مرشال، ما تكيش انت يا خير من الف راجل. شوفوا شحال من صحافي بايع ذمته، شحال من صحافي بايع ذمته، ما تجدوش صحافيه بايع ذمتها. بركه فنسا. السلام عليكم ورحمة الله.